don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. All right. She knows how to shake her thing. All right. Hey, hey. All right. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Make me feel so good right now. Make me feel so good. Make me feel so good. من بين 31 فيلم قدمه الملك الروكندرول إلفيس بريسلي للسينما، فيلم فيفا لاس فيغاس كان الفيلم رقم 15 بمسيرة بريسلي السينمائية. هالفيلم اعتبر بنظر الجماهير والنقاد واحد من أفضل أفلام بريسلي الغنائية على الإطلاق، لأنه بهالفيلم بالتحديد تشارك بريسلي البطولة مع ممثلين قدروا يواكبوا قوة أدائه بالغناء والرقص، خاصة الممثلة الديناميكية أنا مارغريت. لاس فيغاس أو فيفا لاس فيغاس، الفيلم يلي أنتج بالعام 1964 كان من إخراج المخرج الهوليوودي الأبرز بهيداك الوقت جورج سيدني. هالقد نجح هالفيلم إخراجياً لدرجة من الصعب جداً نصدق أنه هالفيلم أنتج من أكثر من 50 سنة. And snap your fingers now. Come on, everybody, and clap your hands real loud. Come on, everybody, take a real deep breath and repeat after me. Yeah. I love my baby. I love my baby. I love my baby. I love my baby. Love my baby. Hey, hey, hey. My baby loves me. My baby loves me. Come on, everybody, and whistle this tune right now. Come on, everybody, and stomp your feet. هالفيلم بتدور أحداثه بلاس فيغاس. لاكي جاكسون هو سائق سباق سيارات، وصل إلى لاس فيغاس للمشاركة بمباراة لسباق السيارات، ولكن سيارته كانت بحاجة ماسة إلى محرك جديد. حاجته للمال بتدفعه للعمل كنادل بأحد الفنادق يلي بتعمل فيها راستي مارتن كمعلمة سباحة، وهون طبعاً تبدأ قصة الحب بين لاكي وراستي، وبتبدأ المنافسة بين لاكي والمومانسيني على حب راستي وعلى تحقيق الفوز بسباق السيارات. Oh, cool.
الفيلم مدته 80 دقيقة وتخلل هالفيلم 10 أغاني مع 10 استعراضات راقصة مبهرة من تصميم مصمم الرقص يلي كان الأشهر بهيداك الوقت ديفيد وينترز. الانسجام الكبير بين إلفيس بريسلي وأنا مارغريت ظهر بقوة بهالفيلم مع أنه كانت أول مرة بيتشاركوا مع بعض البطولة. علاقة عاطفية حقيقية جمعت بين هالنجمين خلال تصويرهم لهالفيلم مما زاد من الاهتمام الجماهيري والنقدي. الفيلم حقق حوالي 9 ملايين دولار بشباك التذاكر، ولكن بعد هالفيلم قدم بريسلي 16 فيلم غنائي ولا واحد من هالأفلام قدر يحقق نجاح مثل يلي حققوا فيلم فيفا لاس فيغاس. She loves me, she loves me, she loves me. The lady loves me, and it shows. In spite of the way she turns up her nose, I'm her ideal, her heart's desire. Under that eye she's burning like fire. She'd like to cuddle up to me. She's playing hard to get. The lady loves me. But she doesn't know it yet. مريم، من بين 31 فيلم بمسيرة إلفيس بريسلي السينمائية كان فيلم فيفا لاس فيغاس مثل ما قلتي هو الأنجح، شو السبب؟ نعم جوال، فيلم فيفا لاس فيغاس كان الفيلم رقم 15 بمسيرة بريسلي السينمائية. أفلام بريسلي السابقة كانت غنائية تقليدية نسبياً، يعني ما حققت أي نجاح يذكر بوقتها، ووقتها كمان شعر بريسلي بخطر عم بيهدد نجوميته وكان لابد أنه يقدم شيء مختلف. لهيك لجأ بالوقت لجورج سيدني المخرج المعروف بأنه أفضل مخرج للأفلام الغنائية بهيداك الوقت. يقال بأنه سيدني قبل يقوم بإخراج هالفيلم مش لأنه الفيلم من بطولة إلفيس بريسلي، بس لأنه الفيلم كان عن لاس فيغاس، هو كان كتير يحب هالمنطقة. مع جورج سيدني حصلت المعجزة السينمائية. خرج سيدني بهالفيلم عن الشروط التقليدية للفيلم الغنائي يلي تعود عليها بريسلي بأفلامه السابقة. أولا، ما جعل أحداث الفيلم بخدمة الأغنية إنما العكس. ثانياً، بأفلامه السابقة كانت تشارك إلفيس بريسلي ممثلات جميلات وبس ما عندها شيء تاني. بهالفيلم أصار سيدني على ممثلة ديناميكية عندها طاقة كتير كبيرة، فوقع الخيار على أنا مارغريت وكان الخيار صحيح لأنه أنا مارغريت بهالفيلم هي يلي صنعت الفرق، كما أنه الاختيار الجيد للممثلين ما وقع بس على أنا مارغريت ولكن كمان انسحب على باقي فريق العمل. نعم. طيب يعني من هون بنطرح هيدا السؤال، يعني ليش ما رجع إلفيس بريسلي قدر يحقق نفس النجاح يلي حققه بفيلم لاس فيغاس بافلامه التاليه؟ نعم. انه هالعناصر كانت ناقصه؟ لانه ما بقيت معه نفس الممثل والمخرج. جوال بلشت تحذر. السر بيارات بالمخرج جورج سيدني، وكمان السر بالممثله أنا مارغريت. جورج سيدني المخرج يلي كان مثل ما قلت الاشهر بهوليوود هو يلي صنع من فيلم فيفا لاس فيغاس الافضل، لانه اصر على اختيار بطله بتقلب المقاييس. ما كان امامه إلا أنا مارغريت هالبطلة يلي كان اختبرها لأول مرة بفيلم باي باي بيردي، وعرف أن هي الوحيدة يلي قادرة تحقق نجاح ساحق مع بريسلي نظراً للديناميكية والكاريزما والطاقة الكبيرة وحلوة تتمتع فيها. طبيعي تكون حلوة. نعم. أكيد. بعد فيفا لاس فيغاس ما عاد تعامل بريسلي مع جورج سيدني بأي فيلم آخر، لأنه جورج سيدني ما كان يغريب الحقيقة العمل مع بريسلي بالتحديد، وما عاد تعامل مع أنا مارغريت بريسلي يمكن لأنه قصة الحب الحقيقية اللي جمعتهم وبقت بالفشل كان إلى تأثير على تعاملهم الفني. إذن ما عاد قدر إلفيس بريسلي يحقق أي نجاح يذكر بسبب غياب عنصرين كتير مهمين هني جورج سيدني وأنا مارغريت. نعم. فيلم كتير حلو لليوم، ميوزيكال يعني بامتياز. نحن متشكرك مريم. وأنا بشكركم. نحن رح نتابع حلقتنا لليوم ورح ناخد هلأ اتصال مباشر مع طبيبة الجلد ريتا سامور تنحكي أكثر معها عن مشكلة النفايات والتداعيات اللي ممكن تأثر على البشرة، بالإضافة كمان كيف ممكن نتوقع من أشعة الشمس القوية خلال فترة الصيف، وخاصة هلأ بهالأيام يلي عم تكون فيهم نسبة الحرارة مرتفعة. دكتور سامور صباح الخير. بونجور سيارات، كيفك؟ صافا بيان، ماشي الحال.
يعني شو الحالات هلا بالبدايه بدنا نحكي اكثر حالات عم بتشوفيها هلا بهالفتره ريتا؟ ايه بالنسبه للتراكم النسيات لها علاقه؟ نعم. اوكي هلا اكثر شيء في اذا بدك الحالات الناتجه عن عقص البرغش اجمالا بكل سنه بهالفتره ابتداء من شهر حزيران مع ارتفاع درجه الحراره بيصير في عنا تكاثر بالبرغش، وبدل ما يسبب عقصة كتير صغيرة ممكن يسبب حبة كبيرة خاصة عند الأطفال. مثلا بنشوف عشرات الحبوب على الإيدين وعلى الإجرين، خاصة قسم من الأطفال يلي بيعانوا من حساسية جلدية أو إكزيما بتلتهب الحبة وبتصير تحك كتير، ممكن نعطي أنتيبيوتيك وأدوية للحساسية. هلأ زاد السبب كمان مش بس درجات الحرارة المرتفعة، كمان النفايات اللي عم بتسبب ممكن. البرغش ممكن. نعم. طب نحن بهذا بالوقت اللي عم نشهد فيه حرارة كتير عالية، كيف ممكن نحن نحمي جلدتنا يمكن بأبسط الأشياء؟ هلأ إذا بدك بدرجات الحرارة العالية أكثر أكيد لازم الواحد يشرب كتير سوائل تما ينشف جسمه، بس كمان إذا بدنا نقول درجات الحرارة والشمس بالنسبة للتعرض للشمس أكيد لازم نستعمل الحماية من الشمس. يعني منلاحظ أنه صار في وعي أكثر عند الأهل بالنسبة للتعرض للشمس بالنسبة لأولادهم، بس للأسف بالعيادات بعدنا منشوف حالات حروقة. يعني في أشخاص كبار مثلا بينسوا حالهم نهار الأحد، كل نهار الأحد بيكون كتير شمس وبيجوا الثنين أو الثلاثة على العيادة عندهم حروقة، دونك بعدنا عم نشوف حالات حروقه يلي بنسميها ضربه الشمس. نعم. اذا بدك بنحكي عنها، هدول حالات بعدنا عم نشوفهم. ريتا كان في حديث حتى نرجع لموضوع النفايات عن تفشي امراض يعني غير البرغش اللي عم تكاثر على النفايات، انه صار في تخوف من كوليرا واشياء غير، قديش هيدا شيء صحيح وشو عم تقدروا انتم كمان تلمسوا على الارض كاطباء جلد؟ ايه مضبوط. هلا هدول بعدهم اشياء ما عم نشوفهم بالعيادات، بس هو اكيد تراكم النفايات ممكن يؤدي لعده مشاكل صحيه. فينا اجمالا هيك نقسمها لقسمين كثير كبار. اول شيء بس يكون شيء تراكم للنفايات بصير في تكاثر بالحشرات اكثر شيء بالذين، البرغش كمان ممكن على الحراره العاليه مثل ما قلنا، وفي حال استمرت هيدي المشكله كمان تراكم النفايات بصير يستقطب مثلا بثينات كلاب او حتى قوارض مثل الجرادين، وبنعرف انه في كثير مشاكل صحيه ومنا خط ممكن يعني العلاقة بالجرادين من العض عضة أو خرمشة الجرادين أو إذا لمسنا إشياء ملوثة من الجرادين. هالإشياء بعد ما عم نشوفها بعيادتنا، بس في حال استمرت هالمشكلة أكيد هدول مشاكل لازم نفكر فيهم. ثاني قسم من المشاكل الصحية اللي لها علاقة بتراكم النفايات هي تكاثر البكتيريا والطفيليات، هيدي إجمالا بتسبب أكثر التهابات بالجهاز الهضمي، يعني اسهال وفي شيء بكتيريات وطفيليات كثيره مثلا اشيريشيا كولي ستافيلوكوك اوريوس وغيرها. اذا بدنا فينا نزيد عليهم قسم ثالث من المشاكل الصحيه لها علاقه بتراكم النفايات اللي هي من وراء الانسان، لانه عم يحرقوا كثير النفايات. حرق النفايات بال يعني بين البيوت اذا بدك ممكن يؤدي لاندعاش غازات ملوثه. نعم. وعلى هيدول اكيد عم بياثروا كثير على النفس خاصه عند الاطفال عند المسنين والاشخاص يلي اوريدي بيعانوا من مشاكل بالجهاز التنفس يلي عندهم اوريدي ربو مثلا. نعم. طب النفايات موجودين هلا كيف ممكن نحن نتفادى يعني اقل خطر ممكن من الحالات اللي هلا كنت عم تقولي عنها؟ هلا اكيد الحل المنطقي والجذري بيكون انه ينعمل ريسيكلاج، انه ينشيلوا من بين البيوت. يعني بس هلا هن موجودين، نحن بدنا كيف بدنا نواجه هالمشكله؟ هلا في اشخاص انا عم بشوف انه مثلا بحطوا في بلديات عم بترش كلس مثلا على مكب النفايات، هالشيء بخفف من تكاثر البكتيريا سطحيا، بخفف انه يجذب الحشرات والحيوانات، بس اكيد انه جوا بقلب الكيس النفايات اكيد انه عم تتكاثر البكتيريا واكيد انه كمان عم بيكون في حشرات. ويا ريت فينا نترك الشبابيك مسكره دكتور سمور مع انقطاع الكهرباء ما فينا ندور الاي سي هو شوب كثير برا. نحن عم نتشكرك على وقتك وبنتمنى لك نهار حلو. ميرسي لكم. ميرسي. نحن رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني وبنرجع منتابع حلقتنا.